يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الناظم رحمة الله عليه: قد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرد. ما معنى لم يصرد؟ يعني دائما لم يصرد يعني غير قليل، لا حمد كثير وليس بالقليل. نعم، لأن التصريد هو القلة أو الشيء القليل، المصرد الشيء القليل. نعم، يقول كأنه يقول حمدا كثيرا لكن لأجل النظم قال لم يصرد. نعم، لأجل الروي. نعم.